اللي حصل في ميدان التحرير خلى المكان مصدر إلهام، خلى المكان رمز للوطنية. علشان كده المتوقع أن الأعمال السينمائية اللي جاية أكيد هتقرب من الميدان، وأكيد هيبذل صناعها وأصحابها كل اللي في وسعهم من أجل توثيق لأحداث ثورة غيرت وجه مصر وقضت على فساد عمره 30 سنة. الموضوع جاي من الأساس إحساسي بي، يعني طبعا كلنا كنا عايشين أجواء الثورة والفرح اللي كنا حاسينها والشهداء اللي ماتوا في ميدان التحرير. فالموضوع بدأ بأن أنا بكيت على الشهداء، فلما تأثرت بدوت وحسيت بيهم وبكيت عليهم وشباب زي الفل. لو فاكرين كلنا المصطلح اللي كان الورد اللي فتح في جناين مصر، احنا بنتكلم عن two generations في الفيلم. جيل عندي جيل اللي هو الشهيد نفسه اللي حياته كلها مشغول ان هو عايز بيدور على الحرية، واللي نزل عشانها الشارع وثار ضد النظام القديم دوت، وازاي بقى بيوصل قبل ما يموت لابنه الرسالة دي. الفيلم بيحكي قصة الفداء أو الدم، تمن الحرية تمن غالي دفعوه ناس عشان إحنا نعيش أحرار. مش عايزين نستسهل الموضوع، لأنه الناس دي دفعت أرواحها عشان إحنا نعيش مستريحين، فلازم نكون حاسين ومقدرين بقيمة الشهيد.